يستقبل فريق الترجي الجورجي خصمه النجم الساحلي في مواجهة قوية وصعبة على ملعب كومبليكس سبورتيف عبد السلام الكزوزي. الكل يريد مشاهدة المباراة، اذا ما عليك فقط الا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة القوية. اليوم سوف تلعب في تمام الساعة الثانية بتوقيت تونس والساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل وتذاع هذه المباراة على قناة الكأس واحد الناقل الحصري لهذه المباراة. تجدون لعبة المباراة في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا أن تشتركوا توقعاتكم لدى المباراة من سوف يفوز الفريق الترجي الجورجي المستضيف مواجهة اليوم أو فريق النجم الساحلي الضيف اليوم.